I think the main challenge facing this festival is to keep it going with the same magical atmosphere that it has today, which I think is partly linked to where it takes place. As far as Moroccan musicians are concerned, I mean, I think for me, this festival is a huge opportunity to bring together and mix European and Moroccan styles. That's what I love about this festival. That's what makes this festival special. And I think that's something, a spirit, which we need to absolutely maintain for the future. الموسيقى لغه عالميه، يعني ما كاينش حواجز، ما يعني مع الموسيقيين ما كاين حتى مشكل، كاين عندهم قابليه، خصوصا انهم الموسيقيين ديال الجاز انفتحوا شحال هذا على كل ما هو افريقي والهند والمغرب والدول المغاربيه وحتى الشرق. يعني كاين مجموعه ديال الستيلات ديال مثلا كاين جاز ارابيك مثلا بحال دافير يوسف، بحال ربيع ابو الخليل، بحال كاين هذا الموجه هذه بدات شحال هذا. لا باز تنبداو داكشي بيرفيكتي، في الوسط كنخليو دي زامبروفيزاسيون بيناتنا هما بالطابع ديالهم حنا بالطابع ديالنا، كنتلاقاو في لي تيم ميوزيكال ديالنا وديالهم، كتعطي واحد لافان اللي هي فينيش اللي هي زوينه يتقبلها المتلقي وما يكونش داكشي مونوتون. يعني هذا هو اللي كتخلي الببليك يحب هذه الموسيقى وتعجبو هذه الموسيقى. فوالا مهرجان ديال الجاز والشلة اصبح واحد المدرسه، واحد المدرسه ديال المزج ما بين الموسيقى المغربيه والجاز. بزاف ديال الموسيقيين المغاربه اللي صبحوا يعني تعرفوا بالفضل ديال هذا المهرجان، وانا واحد منهم. يعني لمده 20 سنه، 20 سنه راه ماشي سهله. Woo!